Global Integration في استخدامها في البيم، بروجكت البيم في استخدامها في البيم، الفيرتشوال وورك في أي منشأة. هناخد النهارده الفيرتشوال وورك في حالة البيم، والمرة الجاية هناخدها في الريم، وبعد كده في التراست إن شاء الله. طيب، إيه هي طريقة الفيرتشوال وورك؟ وإزاي بنستخدمها؟ طريقة الفيرتشوال وورك لها قانون مهم جدا، هو الدلتا تساوي تكامل ده اللي
كل بتاعه ايه؟ ممكن يبقى بربلة ارتفاعها تجري ايه؟ كل بتاعها حلو. دي اغلب اشكال المومنت اللي موجودة عندنا ايه؟ في الكاميرات. طيب هنبدا بقى نكامل اشكال مساحات مع بعضها ازاي الكلام ده؟ هنشوف ازاي. قال لك ان مساحة اي شكل او تكامل اي شكل تكامل بتاع اي شكل اي شكلين مع بعض بيساوي حاجة اسمها الاريا بتاع احد الاشكال في الاوردر بتاع الشكل التاني. ايه الكلام ده؟ قال لك مثلا عايز اكامل مستطيلين بالنسبة لبعض. تخيل مستطيل كده ده بتاعه ام دي وطوله برضه ال هنكملهم. يبقى عندي المساحه بتاعت الشكل الاول خلي ده واحد مثلا المساحه بتاعته ايه؟ ام ايه في ال. طب ايه الاوردنت ده بقى؟ الاوردنت ده انا عندي السنترويد بتاع المستطيل ده هنا. الاوردنت هو الارتفاع اللي يقابله في الشكل التاني اللي هو ده اللي ارتفاع له كله كام؟ ام دي. يبقى ام ايه؟ ال في ام دي. طيب واحد قال لي يا باشمهندس طب انا مش عايز اخلي ده واحد اخلي ده واحد خلاص ايه المشكله؟ يبقى ام بي في ال واخد الاوردنت ده اللي هو ايه؟ ام اي برضه. تمام؟ طيب عايز اكامل المستطيل ده مع مثلث التكامل هيبقى بيساوي ايه؟ مساحه الاولاني اللي هي ام اي ال مضروبه في ايه؟ الاوردر بتاع التاني اللي هو هنا في النص. قيمته كام؟ نص ام بي اللي هي ام بي على 2. واحد عايز يعكس الوضع مثلا عايز ياخد ام عايز ياخد المساحه بتاعت المثلث وياخد الاوردر بتاع المستطيل. ايه المشكله؟ هيبقى الدلتا بتساوي ايه؟ نص ام بي ال في ال الاوردنت ده اللي هو ال ام. تمام؟ كده ما عنديش مشكله ان انا ابدل الاشكال مع بعض. طيب عايز مثلا اكامل مثلثين مع بعض. طبعا زي ما احنا عارفين السنتر بتاعه هنا في التلت والتلتين. يعني دي التلت ودي التلتين. يعني السنترويد بتاعه. هيبقى التكامل بيساوي ايه يا جماعه؟ نص اللي هي مساحه الاول نص نص ام ايه في ال. الاوردر بتاع التاني كنت كام؟ ها؟ تلتين ال ام بي في تلتين ال ام. تمام؟ طيب عايز ابدل اخلي ده بس هاخد مساحه ده والاوردر بتاع ده مش هتختلف. طيب هنا لو جينا اختصرنا القانون بتاع المثلث هنلاقي النص دي راحت مع النص دي هيطلع في الاخر القانون بتاعي ام ايه؟ ام بي ال على 3. وهنا بقى من اهم القوانين اللي بنستخدمها في المنهج بتاعنا بالنسبه لتكامل المثلثات. ايه هي؟ ان انا لو عندي مثلثين ده ارتفاعه ايه؟ وده ارتفاعه بي والطول بتاعهم ايه؟ يبقى التكامل بتاعهم على طول ايه في البي في ال على 3. تمام؟ القانون ده بقى ايه بيساعد بدل ما تقعد تكامل وتضرب في الاوردنت ومش عارف ايه، لا مثلثين يبقى ايه في البي في ال على 3. طبعا واحنا بنكامل بناخد معانا الاشارات. يعني انا فرض هنا ان ده كله موجب. فرض ان ده موجب وده موجب. وفرض ان ده موجب وده موجب. وانا بكامل لو بكامل حاجتين من الاشاره مختلفه يطلع معايا الحاجات دي نتيجه ايه؟ سالب. طيب عايز بقى البرابولا دي اكملها مره مثلا مع مستطيل بتاعه ام بي ادي السنترويد بتاعه يبقى ادي الاوردر يبقى التكامل بيساوي ايه؟ المساحه بتاعت البرابولا اللي هي 2 على 3 في الام ايه في ال مضروبه في الاوردر اللي هو كام؟ ام بي. طيب عايز اكامل مثلث مع
برافو. فيها هتبقى ادي الجزء اللي بيقابلها، هيبقى المساحه بتاعت الجزء اللي هي 2 على 3 ال ايه في ال ال مضروبه في ام في ال دي على 2. تمام ولا في مشكله؟ تمام؟ طبعا هنا محدش يقول انا هعكس، هاخد المساحه ده وبعدين اضرب في الاوردر اللي هنا، انت مش عارف اصلا الاوردر اللي هنا. تمام؟ فالبرابولا لو انت شغال فيها يستحسن استخدم مساحه البرابولا واجيب الاوردر دي بالاشكال الثانيه. طيب شبه منحرف، عايز اكمل شبه منحرف مثلا مع مستطيل. شبه منحرف عايز اكمله مع ايه؟ مستطيل. شبه منحرف في ناس تقسمه مثلا مستطيل مثلث، في ناس ثانيه في ناس تانية تقسم الشبه المنحرف لإيه؟ مثلثين، الاتنين صح، أنت أريح ليك تشتغل بيه، سواء قسمته مثلثين، قسمته شبه منحرف وقسمته مثلث مستطيل اللي أنت عايزه. طيب انا بكامل بقى المنظر بتاعه ازاي؟ عايزين نكمل الاشكال دي سوا. احنا فاضيين زي ما احنا اتفقنا ان ده كله ايه؟ مشاره مكمله. وانا بكامل الاشكال مثلا كامل الشكل ده مع ده. بكامل المستطيل مع المستطيل والمثلث مع المستطيل. ازاي؟ انا عندي دلتا اهي. التكامل هيساوي أول حاجة مساحة المستطيل الأولاني اللي هي ام ايه ال في الأوردن بتاعتها اللي هو ام ايه؟ ام سي. خلاص بقى كملت المستطيل مع المستطيل، لسه المثلث. مساحة المثلث كام؟ نص في الفرق اللي هو ده اللي كنته ام بي ناقص ام ايه في ال الام سي. يبقى أنا إيه اللي عملته دلوقتي؟ كملت المستطيل جبت مساحه ده وضربتها في الاوردينت اللي هو الراسي ده. طيب بعد كده جبت مساحه المثلث ده وضربتها برضه في الاوردينت ايه؟ اللي بيقابلها. تمام؟ بقى لما يكون عندي شكل مركب كده بكمل مع الثاني على جزئين. طيب واحد ثاني قال لي انا مش عايز اكمل مستطيل ومثلث، عايز اعمل مثلثين، ايه المشكله يعني؟ خلاص هيبقى عندي التكامل بيساوي مساحه مثلا المثلث الاول اللي هو نص ام ايه في ال في الاوردر بتاع المستطيل اللي هو ام سي زائد نص في مساحه المثلث الثاني اللي هي ام بي في ال في الاوردر اللي هو ايه؟ ال ام سي. تمام؟ انت حر، عايز تشتغل كده اشتغل، عايز تشتغل كده اشتغل، مفيش اي مشاكل. طيب دي كده كانت يعني اغلب الاشكال اللي موجوده عندنا، ولسه في كام شكل برضه ناخدهم. تكامل برابولا هكملها مع شبه منحرف أو كده وكده.
تمام؟ خلاص يبقى عندي المساحة بتساوي إيه؟ دلتا بتساوي، لاحظ بقى هنا إن في إيه؟ في مثلث هيكون موجب وفي مثلث هيكون إيه؟ سالب. يبقى عندي وأدي كوردينيت أهو. يبقى عندي 2 على 3 إم إيه؟ في الـ L. مضروبة في الأوردر بتوع الاثنين دول، واحد موجب اللي هو إم 2 على 2 والتاني سالب اللي هو إم 1 على إيه؟ 2. وضحت؟ تمام؟ تاني؟ طيب. كان عندنا الشكل ده. أنت فاهم قسمت الأشكال زي الأول؟ أنا كان عندي مثلثين. هنا إم 2 وهنا إم 1. فأنا مش هعرف أتعامل مع المساحات دي، لأن أنا ما أعرفش النقطة اللي في النص. وأبدأ أكمل ده مثلث. وأكمل ده مثلث. خلاص بقى عندي مثلث فوق اهو ومثلث تحت. عندي اللي فوق موجب واللي تحت سالب. احنا عارفين السنتروليت بتاع الضربه اللي هنا، فالاوردر اللي هيقابلها فين؟ ادي اوردر المثلث الاول وادي اوردر المثلث ايه؟ الثاني. التكامل بيساوي ايه بقى؟ مساحه الاول اللي هي 2 على 3 ام ايه؟ ال مضروبه في الاوردر اللي قابلها، اللي قابلها اوردر ايه؟ هنا ام 2 على 2. لان ده في النص هيبقى ايه؟ نص ارتفاع مثلث. والتاني ناقص ام 1 على 2، ليه سالبه؟ لان انا عندي الاشاره دي سالبه ودي موجبه. طب ما نيجي نكملهم مع بعض هتطلع اشاره ايه؟ سالبه. تمام ولا في مشكله؟ دي اكبر المساحات اللي هتتعرضوا لها في او كلها تقريبا اللي هتتعرضوا لها في الفيرتشوال وورلد. في حاجة اسمها قاعدة الإشارات، زي ما احنا عارفين في كل مسألة بيبقى في حاجة اسمها قاعدة الإشارات. طيب، عشان نوضح قاعدة الإشارات، احنا شفنا هنا حاجة اسمها إم نود وإم واحد وكيو نود وكيو واحد وإن نود وإن واحد، إيه بقى إيه النود دي وإيه الواحد ده؟ أنا بيديني مسألة، بيديني كاميرا مثلا أو كراس أو فريم أي حاجة، بيديني بيم جبن، البيم اللي هي المسألة اللي عندي، بروح أرسم للبيم دي الام نود بتاعها اللي هو المومنت العادي بتاعها خالص، تمام؟ طيب هو بقى طالب مني ايه في المساله؟ بيبقى طالب مني ممكن واي او طالب مني سيتا وهكذا. طيب بعد ما رسمت الام نود بتاع المساله ايه اللي بعمله بعد كده؟ انا حسب اللي هو طالبه مني، بمعنى جه قال لي انا عندي نقطه اسمها نقطه ايه؟ عايز الريفليكشن بتاعها، اللي هو نقطه اسمها سيتا، نقطه اسمها ايه؟ عايز السيتا بتاعتها. ايه اللي بعمله؟ باجي عند النقطه ايه؟ لو هو طالب ديفليكشن هنفرض مثلا النقطه دي ايه؟ بشيل كل الاحمال اللي موجوده عندي واحط قوه اسمها واحد قانون هنا واحل المساله نتيجتها واجيب حاجه اسمها ايه؟ ام 1. طب لو هو طالب سيتا بشيل كل الاحمال اللي موجوده عندي واحط عزم كنت واحد قانون ميت وارسم ام 1. بقى كده في الحاله دي عندي الام نود اللي هو المساله العاديه وعندي ام 1 اللي هو المطلوب اللي هو عايزه. اكمل بقى الاشكال اللي بنقول مع ان واحد تطلع المطلوب اللي هو ايه؟ عايزه. طيب لو طلع المطلوب موجب يعني طلعت الواي بعد ما حليت موجب معناها ان هي في نفس الاتجاه اللي انا طالبه يعني نازله لتحت. طلعت سالبه يبقى عكس الاتجاه. طب السيتا طلعت موجبه يبقى الاتجاه اللي انا طالبه اللي هو عقارب الساعه. طلعت سالبه يبقى عكس ايه؟ الفرق. طيب نحل بقى مساله ونشوف ايه الدنيا بتقول. دي المساله دي كاميرا بيقول لي عايز احسب الفيكشن عند النقطه A والنقطه B وعايز احسب السيتا عند النقطه A والنقطه C. طيب احنا قلنا ايه هي القوه المؤثره في الكاميرا؟ المومنت. ايه اللي بتعمل الفرصه المؤثره في الكاميرا؟ هي المومنت. يبقى انا محتاج احسب مومنت على الكاميرا دي. طيب عشان نحسب مومنت زي ما اتعودنا بنحسب الرياكشنات ونرسم بقى ايه؟ المومنت بتاعه. كم يا جماعه؟ بصفر خلاص يبقى المومنت هنا قيمته صفر. طيب النقطة الثانية اللي أعرف عندها اللي هي النقطة دي. هقف هنا وبص ناحية الشمال هيبقى عندي الجزء ده تركيزه 2 في 3 في 6.
يبقى عندي ايه اللي هيعمل لي مومنت هنا؟ 18 بوينت رقم 3 و6 ايه؟ في 1.5 تطلع قيمة المومنت 47.4. طيب ادي القيمة المومنت. طيب عندي مومنت هنا قيمته كام؟ 0 هنا 3 في 2 ب 6 ادي 6. فاضل ايه اللي مجهول عندي؟ فاضل النقطة دي بس. خلاص اقف واحسبها من ناحية اليمين او الشمال زي ما انا عايز. طبعا اليمين هتبقى اسهل. هيبقى عندي 3 في 6 ناقص 16.2 في 4 تطلع ب 46.4. زي ما احنا عارفين ان هنا المفروض ده حلم موزع فيتعلق ايه؟ عندي برابول. طيب زي ما احنا اتفقنا قبل كده، هل انا زي ما احنا اتعودنا قبل كده، انا بحب اقسم المساحات عندي لمساحات اعرف اتعامل معاها. يبقى انا هعمل البرابولا بتاعتي تحت هنا وادي البرابولا الثانيه واخلي الاشكال دي تبقى كامله. عندي ده شبه منحرف 46 بوينت 8 47 بوينت 4 وده مثلث، وعندي ده هبدا اقسمه مثلثين واحل الاشكال بتاعتي. طيب البرابولا هنا قيمتها كام؟ دبليو ال تربيع على 8، الدبليو 2 وال ال 3. هطلع قيمة البرابولا 2.5 و2.5. طيب ادينا طلعنا قيمة البرابولا. طيب المومنت كده وهو مرسوم تحت يبقى الجزء ده ايه؟ موجب وده موجب موجب وده موجب وده سالب وده سالب. المثلثين دول يا جماعه هعمل فيهم ايه؟ ده وده هكمله واخليهم مثلثين. يبقى عندي مثلث هنا وعندي مثلث تاني تحت. يبقى عندي مثلث فوق ومثلث ثاني تحت. حط بقى ايه الابعاد بتاعتها 2 و4 و3 و3. كده انا رسمت الخطوه الاولى في المساله اللي هو ايه؟ الام نود. طيب ده هيفضل ثابت بقى معايا طول المساله. ايه اللي بيتغير؟ اللي بيتغير الام واحد. انا عندي اول حاجه عايز اكسب الواي دي. عايز اول حاجه احسب الواي دي. كده هرسم نتيجه الواي دي. لما اكون عايز احسب الواي عند النقطه ايه؟ يبقى احط حمل كنت واحد طالب فين؟ عند النقطه ايه؟ واشيل باقي الاحمال الموجوده كلها. ادي الكاميرا اهي. احط واحد طالب عند النقطه ايه؟ طيب واحد طن واحد طن هنا اعرف طلع رياكشنات او عادي جدا ايه المشكله؟ طلعنا الرياكشنات بتاعتنا هنا 0.7 وهنا 0.3. طيب اعرف ارسم المومنت بعد ما طلعت الرياكشنات دي عادي جدا. انا عندي مومنت هنا بصفر. طب هنا بص ناحيه الشمال عندي 0.7 في 3 تطلع 2.1. طب عند النقطة بي هبص الناحية اليمين أنا عندي بوينت 3 في 4 و1 و2 من 10. يبقى أنا كده رسمت المومنت الموجود عندي. عندي الجزء ده طبعا المومنت فيه بكام؟ في 0 ما فيهوش مومنت. يبقى أنا بصيت على النقطة بي من ناحية اليمين بوينت 3 في 4 و1 و2 من 10 ونقطة ايه من ناحية الشمال بين 7 في 3 2 1 من 10 ورسمت المومنت الكتاب. طبعا المومنت تحت هنا ايه؟ موجب. كل اللي بقى اللي المفروض اعمله دلوقتي هو تكامل الاشكال مع بعضها عشان اطلع قيمة الدلتا. ازاي بقى الكلام ده؟ انا عايز اطلع قيمة الريفليكشن موجود عند النقطة ايه؟ عايز اطلع قيمة الريفليكشن موجود عند النقطة دي. هكامل كل شكل مع اللي تحت. يعني المثلث ده هيتكامل مع المثلث ده. والبرابولا دي هتتكامل مع ايه؟ مع المثلث ده. هكامل ايه كل اللي في ام نود مع ام واحد. شبه المنحرف ده هيتكامل مع شبه المنحرف ده. البرابولا هتتكامل مع شبه المنحرف ده.
المثلثين دول، المثلث اللي تحت هيتكامل مع المثلث ده، والمثلث اللي فوق هيتكامل ايه؟ مع المثلث ده. طب ده هيتكامل مع حاجه؟ لا خلاص ده ولا كان موجود لانه هيتكامل مع صفر يبقى صفر. طيب عايز اقسم الاشكال اللي موجوده عندي كلها. طبعا عندي هنا مستطيل ده شبه منحرف، ممكن اقسمه مستطيل مثلث او اقسمه مثلثين زي ما انا عايز. انا بحل اقسمه مثلثين. عندي تحت هنا برضه في شبه منحرف، ممكن اقسمه مثلثين او مستطيل وشبه منحرف او مستطيل ومثلث اللي يريح. طيب عايزين نكمل بقى الحاجات دي كلها يا جماعه. هنقول ان الواي ايه بيساوي اول حاجه الجزء الاولاني مساحه المثلث قيمتها كام؟ نص في 47 و4 من 10 في 3 في الاوردن اللي مقابلها اللي هو كام؟ هيبقى الاوردن اهو اللي هو الثنتين الاثنين 1 من 10. طبعا زي ما احنا اتعودنا ممكن ما اعملش ده خالص واقول ان مساحه تكامل المثلثين مع بعض اللي هي الايه في البي في ال على 3. الايه عندي بكام؟ 47 و4 من 10 والبي ب 2 و1 من 10 والال ب 3 على 3. ده تكامل ايه المثلثين مع بعض. طيب تكامل برابلا مع المثلث اللي تحت يبقى 2 على 3 في ارتفاع البرابلا في الطول بتاعها في الاوردر اللي هو 2 و1 من 10 على 2. تمام مفيش مشكله. طيب هدخل بعد كده على الجزء الثاني. هيبقى عندي لاحظ هنا بقى اللي فيه المثلث ده هيتكامل مع المثلثين دول، المثلث ده هيتكامل مع المثلثين دول، والبرابلا هتتكامل مع ايه؟ مع المثلثين دول. طيب عشان ما تنسوش بس ايه شكل المتكامل، ناخد مثلا مثلث رقم واحد ده وده مثلث اثنين ودي البرابلا. هنكمل اول مثلث رقم واحد مع الشكلين اللي تحت. مساحته كام رقم واحد ده؟ نص في 46 و8 من 10 في الطول اللي هو 3. طيب الاوردر اللي بيقابله بقى كام؟ الاقي عندي ده هنا هيبقى هنا هيبقى واخد كام؟ تلتين الواحد واثنين من عشره وتلت الكام؟ الاثنين واحد من عشره. يبقى انا عندي المثلث الاول اهو واخد الاوردر الصغير ده اللي هو تلتين الواحد واثنين من عشره. يبقى تلتين واحد واثنين من عشره. طب الاثنين واحد من عشره الثاني المثلث الثاني ده واخد منه كام؟ التلت بس. يبقى زائد تلت في اثنين واحد من عشره. يبقى ده تكامل الشكل رقم واحد لكامل المثلث رقم اثنين اللي هو زائد نص في 47 و4 من 10 في 3. نشوف بقى الاوردر بتاعه في الحاله دي هيبقى ايه؟ ده السنترين بتاعه هنا. فالاوردر في الحاله دي هيبقى ايه؟ هنا كده. هاخد الواحد و2 من 10 كام؟ التلت بتاعها يبقى تلت في 1 و2 من 10 ومن الاثنين 1 من 10 تلتين في 2 و1 من 10. خلصت الشكل رقم 2. فاضل البرابر. هكمل البرابر. يبقى عندي زائد 2 على 3 في الارتفاع اللي هو 2 ربع في الطول اللي هو 3 في الاوردر اللي بيقابلها. الاوردر اللي بيقابل برابلا كام؟ برابلا في النص هنا بتقصر. يبقى هتاخد كام؟ نص ده ونص ده. يبقى في 2 1 من 10 زائد 1 2 من 10 على 2 نص ده ونص ده. يبقى انا كده خلصت لحد هنا. فاضل الجزء ده اللي هو المثلثين دول عايز اكمله. طيب هسمي ده مثلث رقم 3 مثلا وده مثلث 4. ده السنترويد بتاعه هنا وده السنترويد بتاعه فين؟ هنا. طيب بالنسبه لمثلث رقم 3 هيبقى مساحته كام؟ نص في 6 في 4. طب الاوردر اللي بيقابله كام؟ اهو تلت الواحد واثنين من عشره في 1 و2 من 10 على 3. طب المثلث رقم 4 نص في 46 و8 من 10 في 4. الاوردر اللي بيقابله هنا في الحاله دي كام؟ ثلثين 1 و2 من 10. باشمهندس عشان ابلغ السالب اللي هو المثلث اه بالظبط كده. الراجل ده خد باله معايا واحنا شغالين يا جماعه. لاحظوا ان ده هنا بالسالب وده بالموجب وده
بالميل. فكل حاجه هتكون موجبه الا واحده كامل، المثلث ده مع المثلث ده هتبقى الاشارات مختلفه. يعني المثلث رقم 3 اللي احنا كنا شغالين فيه هنا ده، ده هيبقى بالسالب مش بالموجب. ليه؟ لان انا بتكلم بشكل سالب مع شكل موجب. طيب كده بعد ما عملت الحسبه دي كلها مجرد الارقام اطلع قيمه الديفليكشن اللي حصل عند ايه؟ عند النقطه ايه؟ كل 20 جنيه مضروبه على 20 بالظبط كده. تخيل انت بقى رايح بطاريه تمام؟ وبعدين دي كاميرا جميله. في تراس بقى وفي ليله كبيره. وفي تراس بي يعني كاميرا وفيها تراس. اطلع قيمه الديفليكشن منه 415.0 شكسة على طبعا واحنا شغالين يا جماعه واحنا شغالين انا واخد الاي اي عامل مشترك بره ده كله يعني انا بتكلم احنا قايلين التكامل الدلتا بتساوي تكامل ام نود ام واحد على الاي اي في الدي ال انا واخد الاي اي دي كلها ايه عامل مشترك بره خالص تمام هنا في واحد على الاي اي فطلعت قيمه الديفليكشن الحاصل هنا موجبه بعد ما هو موجب يبقى في الاتجاه الافضل ولا عكسه؟ في نفس الاتجاه اللي انا فاضله، يعني معنى كده ان النقطة ايه هتنزل لحد هنا، هتنزل كومنت هتنزل كده لتحت بالقيمة اللي وراها 15.05 على الاي اي. طيب ده كان أول مطلوب موجود عندي. المطلوب اللي هو الواي اي. عايز تطلع يا جماعة المطلوب التاني اللي هو الواي بي. الواي بي. عشان أطلع الواي بي أعمل إيه؟ خلاص كل الحكايه ان انا هفرض هشيل كل الاحمال اللي عندي دي هشيل كل الاحمال اللي عندي واحط واحد طن عند ايه؟ عند النقطه دي وارسم المومنت الناتج عن واحد طن طبعا انا هنا ممكن اجيب قيمه المومنت على طول اللي هي هتبقى كام؟ بي في الايه في البي على ال اللي هي واحد في البعد ده اللي هو اربعه في الفوز ده اللي هو 6 على 10 تطلع قيمة المومنت اللي هي 2.4 من 10 طبعا زي ما اتفقنا قبل كده بنكمل على قيمة دي النقط اللي عندها أحمال مركزة على نهاية بداية الحمل الموزع أو اختلاف الإنرجي أو الحاجات دي كلها بحط عندها إيه؟ بقسم عندها المومنت إيه؟ النقط دي كلها بيطلع عندي هنا 2.4 من 10 هنا 1.2 من 10 والمومنت تحت ايه؟ مومنت. كل اللي انا هعمله ان انا هكامل بره الشكل ده مع ايه؟ الاشكال دي كلها تاني. هكامل الاشكال دي كلها مع المثلثات شيل المحرك ده يبقى اطلع قيمه الواي بي. طيب عايز طالب مني الثيتا ايه؟ فين النقطه ايه؟ ادي النقطه دي. عشان اطلع الثيتا ايه؟ محتاج اعمل ايه؟ افرض قوه ولا مومنت؟ مومنت عند النقطه ايه؟ خلاص هذه النقطة هنا افرض عندها مومنت كنت واحد طن واحد يقول لك شمس لازم افرضه مع عطارد الساعة كده انت حر عايز تفرضه مع عطارد افرضه عايز تفرضه عكس افرضه الفكرة كلها ان انت فرضه الاتجاه ده لو طلع موجب يبقى السيتا في نفس الاتجاه ده طلعت سالبة يبقى عكس وكذلك برضه في الاحمال عايز تفرض الحمل اللي تحت تفرضه فوق انت حر الفكرة ان هو لو طلع موجب هيبقى في نفس الاتجاه الفاضي سالب عكس الاتجاه الفاضي طيب عايز ارسم المومنت اللي موجود على الكاميرا دي هطلع قيمه الريشنات الموجوده عندي هنا بوينت 4 بوينت 6 وارسم قيمه المومنت اللي موجوده عندي زي ما اتفقنا قبل كده لما يكون عندي عزم مركز بقى قبله ايه وبعد طبعا قبله وبص ناحيه الشمال يبقى عندي بوينت 4 3 ب 1 2 من 10 طيب ده عندي قيمه ب 1 2 من 10 طلع قيمة الريشنات الموجودة عندي. فأنا عشان أرسم مومنت هقف مرة قبل العزم المركز ومرة بعد. يعني اقف هنا مثلا ابص مين هيبقى بوينت واحد مضروبه فيه 7 يعني دي بوينت 7. بعد كده اقف هنا وابص مين هلاقي واحد طن هيطلع لي فوق كام؟ ب
بوينت 3 وقف معايا. ابقى عندي ده شكل المومنت الموجود عندي مثلثين. عندي هنا مثلث وهنا مثلث وشبه منحرف. وابدا ده قيمة ابن واحد اللي موجود عندي واكمل مع الشكل ده واطلع قيمة ايه؟ الثيتا ايه؟ في الحالة دي قيمة الثيتا ايه طلعت 88.7 عندي ورا. يبقى هي كده معناها ان الثيتا ايه مع ولا عكس الاتجاه الاخر ده؟ مع الاتجاه الاخر. طيب عايز اطلع قيمة الثيتا سي. الثيتا بحصل على النقطة سي. طبعا هطلع الحاجات دي كلها موجودة محلولة بس عشان ايه ما نكتبش ارقام كتير بس تبان بس. عايز اطلع الثيتا سي. يبقى كل اللي هعمله هفقد مومنت فين؟ عند النقطة سي. ادي المومنت اللي موجود عند النقطة سي اهو. واحد فاضل هيك. وابدا ارسم العزم بتاعه. هيطلع لي شكل العزم بتاعه كده. انا قلت واحد واحد والعزم فوق. سالب. وابدا اكامل. العزم اللي مرسوم ده مع ايه؟ ام ده ام واحد مع ام نود واطلع قيمة السيتا سي اللي هو طالب. صعبة؟ صعبة؟ هي بس هتبقى المشكلة كلها بالنسبة لكم في التكاملات. هي حوار التكاملات. انما مع الحل وكده هتبقى الدنيا بسيطة. جيم طالب مني احدد فيها الفيشن الراسي الموجود عند النقطة A وحدد فيها السيت عند النقطة B وحدد فيها النقطة B. حدد فيها الفيشن الراسي عند النقطة A وحدد السيت عند النقطة B وحدد السيت ريلاتيف او التشنج التغير اللي بيحصل في الاسلوب انجل عند النقطه اتش زي ما احنا عارفين لما يكون عندي انترفيل هنج بيبقى عندها ايه؟ اختلاف. فعايز اطلع الدلتا اللي موجوده دي بس في المساله دي اداني اي اي معنى كده انا هكمل المومنت واداني كمان ايه؟ الجي اي ار معناها هكمل ايه؟ الشير. في المساله دي قال لي شوف التاثير بتاع الشير على الديفليكشن يعني طلع لي الديفليكشن مره بدلت اي اي بس طلعهولي مره ثانيه بدلات ايه؟ الاثنين وشوفوا التغير اللي حصل قد ايه؟ هل استحق ان انا ادرس الشير ولا ما استحقش؟ طيب هنحل الاول المساله. طبعا اي حاجه في اي مساله في الدنيا شمس من مومنت لازم اطلع الرياكشنات الموجوده عندي. انا عندي رياكشن هنا 81 هنا 27 هنا 21 عايز ارسم المومنت اللي موجود عندي. هيبقى عندي هنا 81 ده كان شكل المومنت الام نود اللي موجود عندي في المساله. طيب تاني حاجة طالب مني ايه؟ طالب مني الواي ايه؟ طب يا جماعة عشان اطلع افتكر بس القانون بتاعنا الدلتا بتساوي ايه؟ تكامل ام نود ام واحد على اي اي الفي ال زائد تكامل كيو نود كيو واحد على جي اي ار في الدي ال. يبقى محتاج ارسم ايه كمان؟ الشير اللي موجود عندي في المساله. طيب ارسم الشير اللي موجود عندي في المساله. الشير اللي موجود عندي في المساله. طيب عايز بقى اطلع قيمه الواي ايه واشوف تاثير الشير والمومنت اللي موجودين عليه. طيب انا عايز ارسم الاول حاجه المومنت اللي موجود اللي هو ام واحد عشان اطلع قيمة الديفريشن. ادي النقطة ايه؟ احط عندها قيمة واحد ضم. اطلع الرياكشنات اللي موجودة عندي وارسم المومنت. ده
الام واحد الموجود عندي. طيب عايز ارسم شكل الشير برضو نتيجة الام واحد طن، نرسم شكل الشير. ادي الواحد طن، ارسم الشير الموجود عندي. ده الكيو نود والكيو واحد والام نود والام واحد. طيب ايه اللي فاضل بقى عشان اطلع الكيرف بتاعتي؟ هكامل بس الاثنين بالنسبه لبعض. طيب انا عايز احسب اول حاجه التكامل اللي هنا اللي هو الدلتا تساوي تكامل ام نود ام واحد على اي اي دي ال. طبعا واحنا شغالين ناخد بالنا من حاجه مهمه، ايه هي؟ ان انا عندي في 3i في i في 2i، فانا بقسم وانا بكامل هيدخل معايا المعاملات دي ازاي؟ يعني انا عندي مثلا، طبعا مش هكمل المساله كلها، هكمل بس جزء عشان اوريكم. انا عندي مثلا هكمل المثلثين دول مع بعض، المثلث ده والمثلث ده. انا طبعا عارف ان انا عندي هنا دي 3i، انا باخد الواحد على اي اي اعمل مشترك ضرب، وادخل بقى اشوف التكاملات. هاخد مساحه ده اللي هو نص في 81 في الطول اللي هو 3 في الاوردنت بتاع ده كام؟ في ثلثين الواحد ونص. بس ده كله يتقسم على كام يا جماعه؟ 3. ده كله يتقسم على 3 عشان انا شكلت في 3 في اوردنت، وهكذا طبعا بالنسبه لباقي الاشكال دي كلها زي ما كملناها. طيب هيطلع لي قيمه الدلتا في الاخر. طلعت قيمة الدلتا نتيجة المومنت بتساوي الدلتا هتطلع 67.5. طالما مجابة يبقى الدعم. طلعت قيمة الدلتا بتاعت نتيجة المومنت بس 67.5. طب في حالة الشير بقى، طبعا هيبقى نفس التكامل بالظبط، هكامل مستطيل مع مستطيل، ودول هقسمهم مثلثين واكمل مع ده، وده هقسمه مستطيل ومثلث واكمل مع ده، وده مش هيتكمل مع حاجه. تطلع قيمه الدلتا برضو دلتا بتساوي 31.5 على الجي اي ار. طيب طلع هنا 67.5 على اي اي و 31.5 على الجي اي ار. اعوض بالقيم اللي هو مديها لي عشان اعرف الارقام دي عباره عن ايه. طيب هيطلع عندي هنا ده 6.75 في 10 سالب 4 متر. ده هيطلع كام؟ هيطلع 7.8 في 10 سالب 6 متر. شايفين بقى؟ يعني الشير عندي طالع رقم في 10 سالب 6، وانا عندي المومنت نازل في 10 سالب 4. فلما نيجي نحسب، انا عايز احسب النسبه بتاعت الشير في الديفليكشن، هقول نسبة الشير مثلا، يبقى النسبة بتاعت الشير هتساوي الدلتا دي، الدلتا بتاعت الشير، الدلتا شير على الدلتا بتاعت الشير زائد المومنت. عايز اطلع النسبة اشوف الشير ده بيساهم بقد ايه، فهقسم الدلتا بتاعت الشير على مجموع الدلتات كلها، تطلع القيمة بتاعته 1.153%. متخيلين الرقم؟ يعني طلع تأثير الشير في الدلتا مش مكمل حتى 2%. يعني هعمل خطوة كاملة وكامل وهعمل ده كله عشان في الآخر يطلع تأثير ايه؟ 1%. فعشان كده انا بلاقي بعمل ايه؟ الشير. طيب الأسلوب أنجل عند النقطة دي، فين النقطة دي؟ أدي النقطة دي. يبقى عشان اجيب الاسلوب انجل عندها اعمل ايه؟ افرض مومنت قيمته واحد عند النقطه بي. طيب حلينا زي من شويه، ايه الجديد؟ عايز مني الدلتا في الاسلوب انجل اللي حاصل عند النقطه اتش. عشان احسب الدلتا اللي حاصل في الاسلوب انجل عند النقطه اتش بفرض عزمين مش عزم واحد. ازاي؟ ادي النقطه اتش. أنا قبل كده كنت ما أجيب سلوب أنجل عند النقطة بفرض عزم واحد، لا هنا هفرض عزمين، والاثنين عكس بعض.
الكونكشنات اللي موجوده عندي عشان اقسم العدد. هبدا اقف هنا عند النقطه دي ده اتش وبص ناحيه اليمين، مش المفروض مجموعه زي عند النقطه دي ناحيه اليمين بيساوي صفر؟ خلاص هجيب الرياكشن الراس اللي هنا تطلع قيمته 0.167 سجن اف 1 بتساوي صفر، اجيب ده 0.167 مجموعه زوم هنا من ناحيه الشمال بيساوي صفر، اطلع قيمه المومنت الموجوده هنا 1.5. انا عملت ايه؟ وقفت هنا مجموع الزوم من ناحيه اليمين بيساوي صفر، جبت الرياكشن ده. بعد كده سيجما اف 1 بتساوي صفر، جبت الرياكشن ده. هنا مجموع الزوم من ناحيه الشمال بيساوي صفر، هجيب الرياكشن ده اللي هو بوينتو 1.5. في مشكله لحد هنا؟ عايز ارسم المومنت على الحاجات اللي موجوده عندي ايه؟ عندي النقط اللي انا بقف عندها هنا النقطه دي 0.167 في القيمه دي هيطلع قيمته نص. من حد قبل المومنت هنا هقف قبل المومنت ابص يمين 0.167 في المسافه دي هيطلع قيمته 1. وبعد كده هقف هنا واخد المومنت معايا يطلعني لفوق. طيب عندي الجزء اللي ناحيه دي هيبقى قيمه 0.167 في هنا ب 1.5 عند البدايه ب 1.5. هقف هنا واحسب لو قيمه المومنت 1.5. هقف قبل المومنت وبص ناحيه الشمال انا عندي 0.167 في المسافه 3 ناقص ال 1.5 يطلع قيمه ب1 هنا. وبعد المومنت تقفل عندي السيرفر. يبقى دي اشكال المومنت الموجوده عندي. عندي هنا في البدايه ب1.5 وفي النهايه هنا ب1 والشكل الثاني المثلث ده. طيب واحنا بنحسب المومنت لازم المومنت يقف معاك هنا بصفر لان دي انترميت ايه؟ هنج، ما ينفعش تطلع عندها مومنت. وانت شغال هتقف. اول حاجه قبل المومنت هنا بتبص من الناحيه دي الاقي 1.5 ناقص 1.167 في المسافه دي اللي هي 3. فطلع قيمه المومنت هنا ب1. طب بعد المومنت اخد المومنت بعد الحسابات ابص له، طبعا مش هينفع ابص المومنت بالمنظر ده. لازم الف المومنت بايه؟ كده عشان ده بطن العزم ليا. طالما لفيته كده هيطلع لي 1 فوق يقفل معايا في الصفر. اكمل اشكال عادي جدا. عندي هنا مثلث هيتكمل مع مثلثين مثلا، وعندي هنا مثلثين هيتكمل مع مثلث هيتكمل مع مثلثين دول وبرقم مع مثلثين، وهنا هكمل دول مثلثين واكملهم مع المثلث ده والبرقم تتكمل مع المثلث ده واطلع الدلتا. طب بعد ما كملت هنا هيطلع الدلتا سيتا اتش اللي هي الفرق في الاسلوب ايه؟ تمام ولا في مشكلة؟ أول حاجة هرسم المومنت الموجود على المسألة. أدي المومنت بتاعي. أدي المومنت الموجود على المسألة بتاعتي. تحت موجة فوق سين. يبقى ده الإند مومنت بتاعي. كان طالب إيه في المسألة مني؟ طالب مني الريفليكشن عند النقطة A والنقطة B، طالب بين السيت عند النقطة A والنقطة C. طيب عندي أول حاجة لما يكون طالب في حالة الريفليكشن عند النقطة A، هفرض 1 طن فين؟ ها؟ عند النقطة A 1 طن هنا أهو، آدي 1 طن. وأرسم المومنت اللي موجود عندي. لما يكون طالب واي بي ادي 1 طن، برسم المومنت
المومنت اللي موجود عندي ادي واحد في واحد ونص ادي واحد ونص وهنا بصفر. هيبقى عندي التقسيمه بتاعته المثلث ده هيتكامل مع المثلث اللي قبله، المثلث ده هيتكامل مع المثلث ده، والجزء اللي في النص ده هيتكامل مع شبه المنحنف اللي موجود هنا. هنقسمه مثلا نصين المثلث واكمله، هيبقى المومنت فوق سالب. طيب طالب مني الحاله الثالثه، في حاله السيتا عند النقطه ايه؟ ايه النقطه ايه؟ هي النقطه ايه؟ هفرض مومنت هنا قيمته واحد طن متر، هطلع الاكشنات الموجوده عندي هتطلع قيمتها بوينت 1.67 بوينت 1.67. هرسم المومنت الموجود عندي عندي، وبعد كده اكامل مع المومنت اللي موجود هنا. طيب الحاله الثالثه اللي هو في حاله السيتا سي في النقطه سي اهي، هنفرض عند النقطه سي مومنت قيمته واحد طن، ادي النقطه سي مومنت قيمته هنا واحد، او نفرض مثلا مع عقارب هيبقى المومنت هنا قيمته واحد تحت وهنا بصفر، وارسم المومنت بتاعي وكامل مثلث مع مثلثين مثلث مع شبه منحنى. بس كده الفيرشوال بتاع البيز خلص. هو مش صعب على فكره، هو بس